أريد أبوها يظل قبال عينها. باشر عندنا عملية الزرع، والبنية لازم ترتاح. يراد لها فد 10 أيام تكون مطمئنة ومرتاحة حتى نطمئن إن الحمل صار. وهذا واحد من الشروط اللي موقع عليهم، إنه هي تبقى هنا. لو نسيتي؟ لا ما نسيت. حبيبة يا بابا، الحمد لله على سلامتك. طمني بالك يا جين، انا ودكتور غسان عم نتابع وضعه اول باول، وان شاء الله الامور بخير. ميرسي دكتور. ما بتعصبك بقى وتضلك هون. شوف البابا عمل العملية وصار منيح. توقعت لسه بلا أكل؟ إيه ما إلي نفس أبدا. عظيم، بما أنه إحنا بالمستشفى إذا صار بيك شيء رأسا يقدرون يساعدوك. سليم ما تتعرف حالي هالقد جوعانة. خذي راحتك، أكلي لحد ما شبعين. أنت مش جوعان؟ نبيل، أفضل ما تبقين اليوم وحدك بالبيت. عم فكر لما أصير بالبيت أحكي ميسم، يا بتجي بتنام عندي يا أنا بروح لعنده. صديقتك؟ إيه. بالإذن. أكيد ولا. لين عم عابد، ايانا قلت لهم يدزون البضاعة للعراق اليوم. شلون؟ شلون ما جاهزة؟ خلص انا احكي وياهم. يلا. طارق ايش يصير؟ ما اريد اي اعذار. انت قلت لي البضاعة راح تكون جاهزة اليوم. خلص ضبط الامور وارجع خابرني. اذا بدك نمشي انا شبعت. اصلا بعد شوي بصير فيي فوت عند البابا. اوكي. خالة المستشفى قريبة، ما بدي عزبك توصلني. لا بالعكس، هي بطريقي اصلا.